إلى أين وصلت قضيتكم ومطالبكم؟ قضيتنا لم تطرح مكانها، حيث إن الاستجابة أو مستوى الاستجابة من حكومة الخرطوم يظل في نفس المستوى الأول. يعني تصريحات من الحكومة تتحدث عن انفراجة، ولا ندري، ربما يصاغ هنالك قرار داخل مؤسسات الحكومة يوحي إليهم بالانفراج. لكن على صعيد المجلس الأعلى للنظارات البيجة والتنسيقية شرق السودان حتى الآن لم نبلغ بأي شكل من أشكال استجابة الحكومة لمطالبنا، والتي تعلقت بإلغاء المسار وبحل هذه الحكومة الحزبية. نعم. فإذا كانت الحكومة تشير إلى انفراج، ربما تعلم الحكومة إن هنالك قرارا يصاغ، خاصة كما ذكرت أنت يعني حديث عن إلغاء المسار من جهات عدة يتحدثون عن إلغاء المسار. فإذا ألغي المسار الحديث نعم الحديث 50%. نعم الحديث بشكل واضح عن تجميد المسار وإحالة قضايا الشرق لمؤتمر تشاوري جامع، ألا يمثل هذا بالنسبة لكم يعني نعم. يعني يعني يمثل لكم يعني انتقالة حقيقية؟ لا لا لا، المسار مجمد أصلا بقرار من الحكومة، وبلغنا أثناء التوقيع بأن القرار بأن المسار مجمد ولن يتم تنفيذه إلا بعد أن يتوافق أهل الشرق. هذا ما أعلمنا به أثناء قبل وأثناء التوقيع وبعد التوقيع، والدليل على أن المسار مجمد أنه لم ينفذ حتى الآن. فالتجميد هذا كان يعني طلب من الحكومة أو بقرار من الحكومة بأنهم سيجمدون حتى يتوافق أهل الشرق. أما طلبنا نحن ليس تجميد المسار، طلبنا نحن إلغاء هذا المسار لأنه هو مسار سبب الفتنة ولا علاقة لأهل الشرق ولا لقضية الشرق دي. لذلك ليس مطلبنا تجميد المسار، ولا يمكن للمجمد أن يجمد المسار، سلف المجمد ولا يمكن تنفيذه. نحن تجاوزنا ذلك في مؤتمر سينكات بأننا طالبنا بإلغاء المسار وألغيناه فعلا على الأرض، لم ينفذ. يعني نحن ألغينا المسار في إقليمنا، لكن ربما يكون عالق، بقي عالقا في 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 أذهان الخرطوم، في ذهن الخرطوم أو في موقع القرار الخرطوم يظل المسار عالق، لكن مجمد هو. فلا يمكن أن نقبل بأن تصدر الحكومة قرارا بتجميد مسار مجمد، ولا يمكن أن نقبل بأن تصدر قرار بتجميد مسار ملغي عندنا. لذلك القرار الوحيد الذي يمكن أن يرفع هذه التروس هو قرار بإلغاء المسار وقرار بحل هذه الحكومة الحزبية، ولا تيام بحكومة فنية، حكومة تكنوقراط غير حزبية. لا شيء غير ذلك يستطيع أن يرفع هذه التروس، والتروس الآن بيد الشباب، التروس الآن بيد الشباب وهم لا يقبلون أقل ألا ترون ذلك. نعم ألا ترون فهذا هو ألا ترون سيد علي يعني بأنكم ترفعون من سقف المطالب بشكل كبير، يعني إلغاء المسار نهائيا وحل الحكومة، يعني ربما يجاب عنكم يعني يجاب عليكم لو سمحت لي يجاب عليكم بيقول لك يعني المسار يعني خطط فيه خطوة وهناك شهود دوليين توافقوا من خلال المنبر التشاوري وأدخلوا فيه ما شئتم واحذفوا منه ما شئتم. سيد الكريم، هذا لا يعنينا في شيء أن يقال إن العالم كله، ولو شهد عليه كل العالم، هذا الأمر شهادة العالم وشهادة بعض الأوروبيين وشهادة دول أخرى، هذا لا يغير قضايانا. المسار والاتفاق والقضايا التي ينبغي أن توقع عليها الحكومة هي القضايا التي تمس الشعب والقضايا التي يوافق عليها الشعب. أليست هذه الديمقراطية؟ أليست هذه هي العدالة؟ أن يطلب الشعب ما يريد وأن يوقع على ما يريد وأن يناقش قضاياه. هذا المسار ناقشته مجموعات يعني أقل انتسابا للسودان، وتريد معالجة قضية في دولة أخرى، قضية يعني يريدون تمسيح دولة من خلال تفريق مكونة عن مسلم، وهذا المكون يراد أن يوضع له أساس سياسي يشارك به في هذه الدولة الجديدة بالنسبة له. لذلك أعطيه هذا المسار،
يمكن ان اقبل ان نقبل بمسار كهذا، لان هنالك اوروبيين او ثلاثه من المؤسسات التي الان تضع حكومتنا في حيز العماله، لا يمكن ان نقبل بشهاده هؤلاء ان تفرض علينا او ترغمنا لقبول مسار. وضحت هذه النقطه. الاتفاق يجب ان يقبله الشعب. نعم. يجب ان يقبله الشعب وليس ان تشهد عليه مؤسسات دوليه خارجيه ودوائر خارجيه. نعم، يعني هل نعم. هل ستكون عندكم خطوات تصعيديه في عجاله؟ بالتاكيد بالتاكيد، اذا لم يتم الاستجابه في حد يعني استطيع ان اقول من 7 إلى 10 أيام سوف هنالك لجنه اعدت في الاجتماع الاخير للتنسيقيه سميت بلجنه تنفيذ مقررات مؤتمر سينكات، وهي لجنه داخليه. هذه اللجنه ستقوم بتنفيذ الخطوات الاساسيه باتجاه تقرير المصير، وسيقوم التنسيقيه باعلان حكومه خاصه بالاقليم. هذا هو ما سنتجه اليه اذا لم تستجب الحكومه، لكن نسعى بكل طاقتنا وبكل صبرنا وبكل جهدنا الى ان تستجيب الحكومه الى مطالب الشعب. لا يم هذه اغرب حكومه تمر على السودان، حكومه لا تعرف من هو شعبها، يعني تعطي اتفاقيات لجهات اجنبيه باسم شعب داخلي، وتريد ان تغير الشعب اقليم كامل تغييرا ديموغرافيا، والان تقول لا استطيع ان الغي المسار الذي رفضتموه بنسبه 99%، لا استطيع ان الغيه لانه قد شهد عليه بعض الاجانب ايضا وبعض الاوروبيين. ما شان الاوروبيين بقضايا شعبنا؟ نحن الشعب ونحن من يحدد ما يريد وما هي قضايانا وما هي مطالبنا وكيف ننفذها. شكرا. اذا شاءت الخرطوم ان تظل هذه الغاليمه السودانيه منسجمه فلتفعل ما يريده الشعب، ليس ما يريده الدوائر الغربيه.